عم بصور لانه من ورا القتل اللي اكلناها نهار الاربعاء انعطبنا وصار في تمزيق بالعضل وهيك فكنا بالمستشفى. هيدي هي بكل بساطه. انه عم بيقولوا انه انت يعني كان في مثل حيله قانونيه بالاتفاق مع المحامي لحتى اخر شيء لقوا هيدا المصير اللي يعني وقتها طلع تم اخلاء سبيل ويليام نون بعد ما تم ربط الملفين وبعد ما كانت التخريج القانونيه بتتعلق انه ما له ذنب ويليام بربط الملفين، يعني اني كانوا راهنين جربوا يعملوا شيء ليوقفونا اثنيناتنا ما مشي الحال معهم. هيدا الفخ القضاء اللي كان عم يعملوا لنا اياه ما طب فيك تقول انه انت كمان عملت فخ بهذا الموضوع حتى انا عملت فخ، انا كنت بالمستشفى عم بصور